صائد الصفقات بقى. الحقيقة كنت بستمتع بحوار كابتن شطة مع الزميل إسلام الشاطر وهو بيحكي عن مجيئه لمصر، لكن لفت نظري لصفقة مهمة عملها المهندس عدلي على الصعيد العربي بقى. فجأة قال لك قابلت عدلي القيعي لقاني في شارع القصر العيني. نسمع كابتن شطة ونذكر المهندس عدلي. دخلت جامعة القاهرة هندسة. هندسة تمام خلاص كده انت حققت الحلم الاول. ده مهم. انا ادرس خلاص مش في دماغي. خلاص. فلما جاء من زكي وكابتن صالح عرف قابل مين، قال له يا عدلي، كابتن عدلي شوف لنا شطة فين. عدلي القيعي فعلا. شوف عدلي القيعي من امتى؟ بسم الله ما شاء الله. من وقتها لما راح جاب طاهر، كابتن طاهر الشيخ جابه منين؟ جابه من كندا. كندا. كان في الاولمبي وراح كندا. طبعا عليك. برضه راح كندا برضه عشان يجي من اهلي برضه. المهم عدلي القيعي قابلني في القصر العيني، كان شغال مع استاذ محمد بشتة، كان عندهم هناك شركه وكان شغال فيها. فقابلني ماشي في القصر العيني وانا راجع كده، فقابلني قال لي ايه يا شط انت فين؟ انت نادي بندور عليك مش لاقيينك. قلت له انا موجود، انا في الجامعه. قال لي تعالى المدرب عايزك. ورحت بقى جيت طبعا ودخلت النادي الاهلي وودوني بقى ايه مع كابتن جوهري. جوهري لعبني ماتش واحد بس. ماتش واحد؟ واحد بس. فسالوه قالوا له يا كابتن جوهري انت ايه رايك؟ انت شفته؟ قال لي هدوكوتي ايه؟ قال له هدوكوتي بص انا بقول لك هذا الشخص في حاجات انا ما شفتهاش في اي لعيب تاني، عايزك تشوفه انت وما تسيبوش دلوقتي الا تقتنع وتلعبه وتشوف ايه الحاجات اللي فيه دي. ده فيه مزايا غريبه الشكل. اللي هي ايه؟ قال له بيقطع كوره بشكل غير طبيعي في وقت انت ما تتوقعوش، التوقع بتاعه عالي جدا وعنده مرونة عالية جدا في الرقابه، ما يخليش اي حد. جمباز هنا الجمباز. شفت الجمباز رجع ايه؟ ما تجيش تقول لي بقى تلفه من هنا، لا تلاقيني بقى على طول ايه قدامك في اي وقت. ثانيا بيجري في الملعب اكتر من 15 كيلو. شوف سنه كام؟ عنده بقى قال له عنده يعني عنده يعني بيسميها كباسيتي قدرة. القدره اللي هي كباسيتي. فبالتالي انا يعني ما اتفرجتش فيه بس. وفعلا الحقيقه راح ملعبني ماتش البحرين، المحرق البحريني كان بيلعب ماتش ودي مع الاهلي. مع الاهلي. كابتن الشيخ عبد الشافي كان معايا، كان وقتها كابتن الشيخ عبد الشافي لسه ما راحش الجيش. لعبونا، لعبوا بقى الفرقه الايه اللي هي ايه عايزين يشوفوها وعايزين يحددوا قال له هيمشوا مين يقعد ومين يقعد. انا بقى جبت جول تاريخي. كنت تلعب ايه يا كابتن؟ كنت بلعب اي حاجه. قلت بص هنزل بص ده باك يمين باك شمال. هو قال لك ايه دي كنت؟ قال لي قال العب. حطيني في النص كده، قال لي العب بس في نص الملعب. اروح قدام ماشي ورا ماشي. خلاص مفيش حاجه. انت دي يعني اختبار هتقيم فيه، ما تجيش تقول لي انا. طيب يا باشمهندس، فكرك الكابتن شطب قابلته بالصدفه في القصر العيني. بص هي الموضوع كان عباره عن انا ما كنتش لسه ليا اي دور في النادي الاهلي. مجرد عضو مجلس يعني عضو نادي يعني. ايوه. وكان يا دوبك لسه كده كابتن صالح بيجدد في الفريق الجيل ما بعد التلامذه. وبدات تدعيمات وكنت يعني ماسك ملف كده معاه كده كصديق لطاهر الشيخ وصديق يعني للكابتن صالح وقال لي طب شوف الموضوع ده خلص ازاي. ومعروفه ليها موضوع تاني قصه الكابتن طاهر. فكنا وقعت شطه دي قبل رحله طاهر الشيخ لكندا بثلاث شهور بالظبط. فانا مش متذكر حقيقه يعني. ما انما في التوقيتات دي ايوه احنا بنتفرج على التمرين وكان الكابتن امين زكي واحد من عمالقه الدفاع في تاريخ السودان. صحيح. والمنطقه. ايوه. وهو كان لعب في النادي الاهلي حاجه رائعه يعني. فكنا في التمرين، كان الاستاذ كمال حافظ موجود، وبعدين كابتن صالح كان هو المشرف على الكوره. يا امين ازاي كمال بيه مش عارف ايه وبتاع قال له انا بعت لكم لعيب اسمه محمد عبد المنعم شطه، انا مش شايفه في التمرين. قال لهم يا جماعه شط، قال لهم لا ده جه واحد جه كده اختبر يومين كده ومشي. قال لهم مش ازاي ده لعيب مهم جدا. انا كنت واقف يعني. طب هنعمل ايه؟ هنعمل نجيبه؟ قال له لا كمال بيه ده لازم تجيبوه، ده لعيب هيفيدكم جدا لانه في مهام مش كل لعيب يعملها. ده هو هيعملها. اللعيب الشبطه. في مهام كده انت بتدور على حد يعملها يعني، وهي ده ميزته ولعيب
حتى احنا مسمينه قرن الشطه من كتر ما هو بيتحرك بيتحرك واجريسيف وفي حده ويعني اتصرف. هو فين دلوقتي يا عبده يا مش عارف مين؟ ان احنا نعرف نجيب عبد البال، ان احنا نعرف نجيب شطه مفيش. انا كنت بقى الاستاذ محمد شتا عضو النادي الكبير ورجل طبعا. الاعمال الكبير كان عنده مكتب في القصر عيني كده، فكان محرم الراغب بيشتغل معاه والاستاذ ممدوح عباس وهمام الشريف فانا كنت مش عارف كان ايه. قال بنروح بقى نتلم عنده ونطلع على ماتشات الكوره كلنا يعني استاذ ممدوح كان زملكاوي وانا ابراهيم الخليلي كان طبعا ترسانوي واحنا بقى اهلاويه وهو اهلاوي، فكنا ياخدنا ونطلع مع بعض تحتيه محل عصير قصب في القصر العيني. فانا داخل كده رحت عامل تاني كده وراجع خطوتين لقيت واحد دماغه عامله قد كده وشعره وشعر. جبته بالشبه انا ما كنتش شفته قبل كده بس سمعت عن المواصفات دي لقيته هو بيتكلم اللكنه سودانيه. قلت له انت الكابتن شطه؟ قال لي ايوه. قلت له انت فين يا ابني؟ قال لي يعني ايه انت فين؟ قلت له النادي الاهلي بيدور عليك، تعالى معايا استنى انا طالع فوق. تعالى معايا نطلع خمس دقايق هعتذر لهم مش هروح بقى المشاوير اللي انا كنت جاي لها وهاخدك ونطلع النادي الاهلي. وقد كان. رجعت بقى النادي الاهلي الاستاذ كمال حافظ انبسط جدا وكان الكابتن صالح موجود والدنيا كلها عصرت على شط عصرنا على شطه بقى مشواره بقى المهم الكبير. جدا مع النادي الاهلي صحيح.